يمكن في يوم شق زي دوت، حراره شديده، مكان شديد الوعوره واكتشافات اثريه، يعني عاده احنا بنشوف حضرتك في محافل دوليه، في منتديات اقتصاديه، في منتديات سياسيه كرئيس للبرلمان الاورو متوسطي، كرجل صناعه كبير، كمستثمر كبير. النهارده السيد محمد ابو العينين موجود في هذا الاكتشاف الكبير في الاقصر من امام مقبره توت عنخ امون. طلعنا وادي القرود وجينا لوادي الملوك. قطعا وجود حضرتك هنا واهتمامك وسط مشاغل كثيره ان حضرتك تبقى موجود في هذا المكان في هذا اليوم الصعب له دلاله ورساله اكثر من الجزء الصداقه اللي بين حضرتك وبين دكتور زاهي حواس. هو انا كل سنه طيبين. انا الحقيقه يمكن كنت سعيد جدا لما قررت اجي مع دكتور زاهي عشان اشوف احدث اكتشافات اللي هي قامت بيها البعثه المصريه. فخور جدا انه بعثة مصرية تتوالى السنوات معاها وتصل الى النتائج الحديثة دي وتخاطب بها العالم كله على احدث اكتشاف موجود في وادي الملوك اللي هيتبعه ان شاء الله اكتشافات اكبر واكبر واكبر، وهتتفك طلاسم معلومات كثيره جدا لم يصل لها بعد. لكن الحقيقه انا كنت فخور لما شفت اعضاء البعثه اللي بيشتغلوا هنا، الجو صعب جدا ده، لكن هم مصرين ان هم يوصلوا للحقائق الامور ويرفعوا اسم مصر عالميا، لانه الاحداث دي كلها بتتناولها كل صحف العالم، والعالم كله بيبقى فخور انه في اكتشاف جديد. واعتقد الدكتور زاهي حواس ومعالي الوزير وجوده النهارده الحقيقه هي رسالة للعالم كله على الفرحة اللي بتمثل حدث جديد لاكتشاف جديد لمقبرة توت عنخ آمون 62. احنا شفنا المقبرة وشفنا تحديث الدخول والخروج منها وعمليات الإضاءة اللي فيها، وشفنا قد ايه التاريخ قاعد بيشرح نفسه بطريقة سلسة لأي حد عاوز يجي يتفرج على الآثار المصرية. والحقيقة أنا سعيد جدا كمان على الجمع الكبير اللي شفناه النهاردة من المستثمرين من جميع أنحاء العالم اللي جايين يشوفوا هذا الحدث وجايين يتمتعوا بمشاهدة الآثار المصرية القديمة. الحمد لله، يعني ربنا يديمها علينا نعمة ونشوف مزيد الأعداد تتزايد الأرقام السياحية، وده حقنا الطبيعي. احنا نملك الكم الأكبر من آثار العالم وفي أماكن مختلفة في مصر، واكتشافات كلها كل يوم بتتوالى وجديدة، وإن شاء الله نشوف برضو متحف الكبير اللي هيكون رسالة عالمية قوية جدا للعالم كله لما هتجمع 100,000 قطعة أثرية ويبقى كده مطلع على الأهرام الثلاثة ومطلع على أبو الهول، وبيقول للعالم هنا احنا جمعنا آثارنا بطريقة عصرية حديثة تكنولوجية جديدة، وبيطلع منها معلومات وبيطلع منها أخبار وبيطلع منها احتفاليات كبيرة جدا هتهز العالم كله في هذا الحدث الثقافي العظيم إن شاء الله. محمد بيه، احنا يمكن النهارده زي ما حضرتك تحدثت شفنا كل وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية والعالم كله بيتحدث لأنه بيهتم بعلم المصريات بشكل كبير، وبنشوف في أكبر متاحف الدنيا الرسائل دي لما بيقراها المستثمر الأجنبي، وحضرتك لك أصدقاء ولك شركاء في الخارج وغيره، حضرتك بتشوف اللي بيشوفوا بيقروا دوت وبيقروا مناخ الاستثمار والوضع في مصر ازاي لما بيقروا مثل هذه الأحداث حتى لو ما لهاش علاقة بالاقتصاد؟ شوف أنا يعني يمكن في أكثر من حديث قعدته مع أصدقاء يعني بيحبوا الثقافة وبيحبوا الأسعار وبيحبوا يتتبعوا أحدث الاكتشافات اللي موجودة. في ناس بتقرا الكتب المصرية دي ما تتخيلش، عاشقة للتراث المصري القديم وبيقرا الكتب وبيقرا التاريخ وبيقرا حتى الفنون، لأنه هنا في الرسالة اللي بتطلع من هنا هي رسالة آثار، لكن ورا الآثار دي كلها في فنون، في لغات، في حدث بيقيم، في تكنولوجيا بتقيم، في معلومات جديدة بنحس المكان ده ليه وشبابيكه كانت فين والدخول والخروج فيه ليه، ونظريات العلميه الحديثه النهارده بتقول ايه، وحته البينتنج الالوان وفن التحنيط وفنون كبيره جدا مرتبطه بعمليه الاثار دي. فالناس كلها قاعده بتشوف هذا الموضوعات وبتلمع هذه الموضوعات، وبعدين بيجوا يقولوا طيب احنا المعلومات دي عاوزينها عندنا في بلادنا، قد تكون في صورة او فيديو او عشان يروجوا لحدث لمتاحف موجودة لأثار مصرية موجودة عندهم هناك. وهي دعوة بالتأكيد دعوة أهم لكل اكتشاف جديد انه يدعو العالم برا انه يجي يشوفوا هنا، فدي دعوة برضو لزيادة الليالي السياحية والسواحل الى مصر الى هذه البقعة التاريخية. وفي نفس الوقت بيكلم العالم بلغة جديدة، لغة عصرية حديثة في اكتشافات العلوم، لانه ده علم. و